من ميدان الوثبة لسباقات الحقن العربية الأصيلة، حيث انطلق شوطنا الرابع المخصص للزمول في المهجنات الأصايل وختام الجولة الأولى، حيث انطلق هذا الشوط يحمل لنا الإثارة، حيث تواجدت هذه الشعارات من كل حدب وصوب من أجل الناموس والانتصار. مباشرة نسير إلى المقدمة الأولى إلى صدارة هذا الشوط. هذا هو الوسمي، من يتقدم على الصدارة الأولى يقدمه راشد بن بخيت بن علي بن مقارح، يقدم لنا الوسمي على الصدارة. بينما المركز الثاني القادم والمتقدم في هذه اللحظات هناك الفارس هلال بن عبد الله بن يمعة الشيدياتي على مستوى المركز الثاني، بينما المركز الثالث من السياج الخارجي هنا التقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار وصول من هذه الأسماء الجميلة التي هنا صالت وجالت في عالم سباقات الهجن. وصل هناك كرار راشد بن يمعة بن محمد بن راشد بن حرمش المنصوري في هذا المسار الجميل والتقدم المميز. المركز الرابع هنا القادم زناد، وصل زناد وياتي الفندي بن عيد بن محمد المزروعي هنا على مستوى المركز الخامس. بينما المركز السادس مشاهدين متابعين الكرام وصول وتقدم في هذه اللحظات، لم ترى هنا ناصر بن محفوظ بن خميس علي نيبي يتقدم هذا الشعار ويقدم لنا هذا الاسم، لم ترى هنا. بينما المركز السابع سابع التحديات والإثارة في هذه اللحظات، بينما هناك الوصول والتقدم هنا من شقران بخيت بن محمد بن راشد بالسم المنصوري. بينما المركز الثامن ثامن المراكز هنا قناد محمد بن خميس بن راشد الظاهري، والمركز التاسع هنا اللي تسلل في هذه اللحظات هذا هو شاهين غانم بن حمد بن مطر المنصوري، والمركز العاشر وصل راعي صوغه مقدم لنا شعاره في هذه اللحظات وفي هذا التحدي الجميل والمميز هنا من هذا الشعار الجميل والغني عن التعريف. هذا هم خاصم مظفر بن محمد بن خموشة العامري. هكذا النتيجة والنداء الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، المتقدمة في هذا المسار، شوطنا الأول للزمول مهجنات الأصايل الخمسة كيلومترات عاصمة الميادين، ميدان الوثبة غير، ناموس غير. نعود إلى المقدمة الأولى إلى الصدارة الأولى بقيادة كرار بقيادة شعار بن حرمش، يتقدم على الصدارة الأولى راشد بن يمعة بن محمد بن حرمش المنصوري أهالي الوثبة. بينما المركز الثاني القادم والمتقدم من الفارس الفارس وصل الشيدي هلال بن عبد الله بن يمعة الشيدي في هذه اللحظات. المركز الثالث وصول وتقدم من شقران بخيت بن محمد بالسم المنصوري هنا أهالي الوثبة هم المسيطرين حتى هذه اللحظات مع المركز الأول المركز الثاني. بينما المركز الرابع وصل هناك أيضا شعارك يا بن مقارح مع الوسمية راشد بن بخيت بن علي بن مقارح يأتي في هذه اللحظات. ألم ترى هنا قادم في هذا المسار ناصر بن محفوظ بن خميس علي نبي يأتي في هذا المسار بشعاره الجميل والمميز بشعار الأصايل. بينما هنا القادم المتقدم في هذه اللحظات زناد الفندي بن عيد بن محمد المزروعي هنا هو من تدخل في هذا المسار. الله الله ياهو شوط ياهو تحدي هنا من سن الكبار ومتعة الكبار، ولكن المقدمة وين عندك يا بن حرمش؟
على الصدارة الأولى في هذه اللحظات وفي هذا المسار. الله يا كرار يتقدم على البداية، كرار على الصدارة الأولى، راشد بن يمعه بن محمد بن حرمش المنصوري يقدم لنا كرار على البداية الأولى. يا سلام يا سلام المركز الثاني، ولكن الكيلو والميتين يهل الزمول يهل الزمول، الكيلو والميتين شرفنا على المنصة المركز الثاني. هناك شقران بخيت بن محمد بن راشد بالسم المنصوري المركز الثالث. القادم الفارس، وصل الفارس وصل الفارس، هلال بن عبد الله بن يمعه الشيدي هنا. بينما المركز الرابع القادم والمتقدم زناد الفندي بن عبيد بن محمد المزروعي هنا في هذه اللحظات، ولكن البداية راح 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 كرار راح إلى المقدمة إلى الصدارة الأولى بدون أي منافس ولا شبه منافس على الإطلاق على الصدارة هنا. يا سلام يا سلام يا سلام يا بن حرمش، يا سلام يا بن حرمش، القادم هنا الواصل، الفارس قادم الفارس حاضر، وهناك القادم مصدع مصدع، ولكن أشوف القادم هنا في هذه اللحظات زناد الفندي بن عبيد بن محمد المزروعي. ولكن نعود خلاص مع الأربعمية متر الأخيرة. سلام يا الوهبة سلام، سلام يا الوهبة سلام، في شوطنا الأول للزمول مهجنات الأصايل، حيث حضر كرار حيث حضر كرار بهذا العرض الجميل وبهذا الأداء المميز. كرار راشد بن يمعه بن محمد بن حرمش المنصوري، مشكور يا أبو يمعه مشكور باسم الجمهور. هذه لحظات وصول كرار إلى خط النهاية معلن هذا الفوز. المركز الثاني الفارس هلال بن عبد الله بن يمعه الشيدي، المركز الثالث القادم هناك زناد الفندي بن عبيد بن محمد المنزوعي، المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام وصل هناك رنان السعيدي بن سرور بن سعيد الاكتبي، والمركز الخامس هذا هو شقران بخيت بن محمد بسم المنصوري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عن نتيجة للخمس المراكز الأولى، تهانينا والناموس راشد بن يمعه بن محمد بن حرمش المنصوري على فوز كرار في هذا الشوط وفي هذا المسار. 7 دقائق 55 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. سلامي للوهبة سلام المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام 7 دقائق 56 ثانية، 7 أجزاء من الثانية كان من نصيب الفارس هلال بن عبد الله بن يمعه الشيدي أهالي الباطنة. هناك أيضا بينما المركز الثالث 7 دقائق 58 ثانية، جزئين من الثانية كان من نصيب وحضور زناد الفندي بن عبيد بن محمد المزروعي. فتهانينا والناموس لكافة الفائز. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم متابعينا.